يخرب بيت قلبك ما قال زقها. عم قلك خد انضرب على بيتك. يلا انتو من بيتك حبيبي؟ انا هون هذا بيتي. كيف فتت على هذا البيت؟ شو يعني كيف فتت على هذا البيت؟ بيتي يعني شلون بدي فوت عليه؟ شباب انا رايح احكي مع سيادة العقيد. شو القصة؟ القصة انه هذا الزلمة بيقرب الحرمة اللي نحن عم ندور عليها. اقعد هون ولاد، إذا بتتحرك بأرضي بتقول لك رجلك تاني، عم تفهم؟ إلا أنا أبوكم كلاب. هات لهون ولاد حيوان، جاي رفعك انا لانه مو هيك. لك انا شو عملت لك هتعب سبري؟ راس كلكن كلاب، عامل ولا مالك عامل؟ صالات كمان. نزل راسك على الارض ولا نزل. أهلين معلم. ولا ركان؟ أنت إيه ما تدغ صير بني آدم وأصلي وأغلى من الصرماية بشوي ولا؟ خير معلم، طول عمرنا زلمان. ليش عم تضرب مرتها؟ والله ما ضربتها معلم. كذاب، الجيران قالوا لي إنه صواتكم كانت طالعة برات البيت. بيكون صوت التلفزيون معلم. تلفزيون قلت لي. اسمع يا ولد، لا تمد إيدك عليها، عيب، هدول طلع قاصر. صحيح كل فترة والتانية بدهم دعس حراس ومصع رقبة، بس بشويش ما حلوة تنفضحوا قدام الجيران وصواتكم تلعلع. أمرك معلم. اللي لشوف. أمرني معلم. أبو إياد بالبيت ولا طلع المكتب؟ بالبيت معلم، شرفه. وصاير عم تعزم يا نصكم؟ لا والله معلم، مو بقصدي. إيه ولا يهمك ولا يهمك، أنا كنت قريبة من المكتب، قلت لحالي بمر لعنده شوي، بس طالما لساته بالبيت ببقى ممرق لعنده على الفيلا بعدين. متشرف معلم. أهلين راكان، ولا عاد تضربها، وإذا فكرت تضربها أبقى سدلها نيعة بشي صباط مشان ما تلعلع أصواتكم وتنفضحوا قدام الجيران يقطع عمرك. لساتك بالبيت شو علي؟ نستناك معلم. يعني ولا مرة سألتك شو العملية اللي رح نعملها، بس اليوم مدري ليش قلبي قابضني وحاسس انه في شغله كبيره. اذا كتير قلبك قابضك اقبضه، بجوز تلاقي جواته كاش محرز. عم بحكي جد معلم. جد اللي يخلع حنكك من شروشه ولا سكر هالرجال احسن ما عبيلك يا دم. حاضر معلم. حاضر الابل، خدنا على مكتب ابو زفت ابو اياد. حاضر معلم. خاتم جابر، شو لك جابر بالضبط؟ قال لي خليكم محلكم وما تتحركوا لحتى انا حاكيكم. كأنه طول مو هيك. شو بدنا نساوي؟ بدنا ننطر، ما بيطلع بإيدنا نساوي شيء. لا فينا نساوي، وفينا نساوي شيء كتير كمان. أقل شيء منمسك أبو الزين للأمن وهنن يتصرفوا معه. أبو لا تطلع فيه هيك، أنت سبب كل علة، بتنزلنا بكل مغطس غير الله ما بيطلعنا منه، وبتوقف بتنطويط مثل الدجاجة اللي مضيعة أنت بقعها وبتهز براسك. أبو حسام اطلع من مخي أحسن، أحسن ما طالع الفشة فيك. قال له كمان عم تتنازى؟ بدل ما تموت ايدينا واحد واحد لحتى نسامحه. ابو حسام ضب لسانك احسن ما اشلع لك اياها. هلا عم تنطحني فوق مع بنصحك. ابو حسام لك لك عمي لك لك، نحن هيك العرب ما بنتقاوى غير على بعضنا، بدل ما نكون ايد واحده لك مو عيب عليك.
ولك المفروض انت اذا حدا بده ينطحني تدافع عني، لك مو تنطحني قدام هالبهر. اقسم بالله العظيم بخلص عليك ابو حسام كلمة تانية. ها ابو حسين استحي على شيبتك، صار لي من الصبح سكتت لك كرمال ما يقولوا حرمه قهوه على الجيل، والله والله وبكسر لها بمسكوا له الحلب كله بيجي بيشحطوك. لك اخرسي من طب هنيك انت وليه؟ حاضر اخرسي. حاضر حبيبي. شباب اللي حاسس انه انا سبب مصيبته هلا قدام العالم كله يشلح لبرجله وعلى قد ما الله يعطيه وعلى وشي. يا أبو الزين يا أبو الزين حاجة جنان، وما بدي أسمع ولا حرف لحتى يتصل جابر، ولا إلا أنا صار لازم أتصل فيك. طب يا فوقي طب. مبخوش عم يهرب، بحص عم يفوت على رجلي. إذا صبات ما عم نعرف نصنع، شلون بدنا نصير خلق وعالم شلون؟ لحظة سيدنا اتصل فيني أبو نيبال من شوي، بجوز يجي لعند سيادته. شنو اللي إذا أجوا مالا؟ العناصر لعندي، كل العناصر لهون. كل واحد منكم مع بارود ومسدس، هدول من الفرجة، هدول الاستعمال. إذا بهوب لهون أبو نبال الكلب بتأوسوه، بتأوسوه بدون تردد، مفهوم؟ مفهوم. كل واحد محله. أنت خليك محلك، بتسلم سلاحك مع السلامة. خير سيدنا. ولا كلمة، خذوا سلاحه منه. سيدنا بوس إيدك فهمني شو عملت. يا سيدي يا سيدنا سيدنا حتى لو جابني أبو نبال أنا طول عمري زلمتك يا سيدي. لازم أخلي أبو نبال يطلع من الفيلا على رجليه، بس الظاهر غلطت. رأتي أنا مشكلة. شو رجلك مضروبة؟ وقعت على الدرج والله يا معلم. اوف منك ومن مكالماتك يا اخي، سرعني موبايلك ويرن. شريف وخلصني من هالقصة بقى. خد يردي على هالاجداب، شوف شو بده. مين؟ جابر. حاضر. ألو وينو سيدنا؟ عم بيسوق. بتحب خبره شي؟ استر على عرضك، عطيني اياها. الموضوع كثير كثير مهم. طيب طيب لحظة. سيدنا عم بيقول الموضوع كثير كبير وبده يحكي معك ضروري. ايه جابر؟ خير؟ Thank you.
إيرا كان شو في؟ عمى شو عم تحكي أنت؟ الله وكيلك هو سمع باسمك مدري شو صار له؟ تقول شاف إبليس قدامه؟ ليش أنت شو قلت له؟ شفته طالع من الفيلا فحبيت خبره أنك دقيته بجوز تجي تزوره. ولك أنت مين دعس لك على ذنبك لحتى تخبره؟ ليش لحتى تعوي؟ والله ما كان بدي تنكرف على الفاضي يا معلم وما تلاقي. ولك تلاقي عزرائيل إن شاء الله يقصف عمرك على هالعملة اللي عملتها. أنت وين هلا ولا؟ مو بعيد عن الفيلا معلم. الإبل خد سيارة وطلع على البيت لحتى خبرك. يلا أمرك معلم. يقصف عمره شو حمار على هالعملة. ولك خرب لنا الطبخة كلها. صف على اليمين الإبل، صف على اليمين أنت الثاني. الله لا يوفقك. ولا حيوان اللي لشوف وين راح ابو اياد. طلع على مكتب ابو اياد. يقصف عمره شلون خرب لنا الطبخه. انتو كمان صار فيكم تمشوا. الله يعطيكم العافية. وين روح سيدي؟ على الفرع. حاضر سيدي. شو لسه؟ والله ما بعرف علمي علمه. بس التعليمات كانت صارمة واضحة كتير انه ما نطلع حتى نمسك. انت السيد جابر؟ ايه نعم انا جابر. نحن آسفين على اللي صار. اللي ما بيعرفك بيجهلك. ولا يهمك حصل خير. هاي الورقة فيها أسماء المطلوبين. شطوب الناس اللي بتخصك. اسمع سيدي، أهل حارتي ناس طيبة وما بتعمل الفاينة منه، يعني ما بحبوا الغلط. شخص واحد هو اللي فات بعقله ولعب فيه. شيطان ما في غيره. بس أنا أهل حارتي إلهم تم ياكل ما لهم تم يحكي. طيب اكتب اسم هالشخص واترك الباقي علينا.